هنا عندنا في 10 تخصصات: بطنة، أطفال، نساء، جراحة، جلدية، مسالك، عظام، أسنان، نساء. بالإضافة ده كله الكشف بالمجان، بإضافة في 120 نوع دواء، كل ده بالمجان، زائد في تحاليل وفي أشعة. بالنسبة للأمراض المزمنة والحالات اللي بتحتاج حجز مثلا في المستشفى، بيتم تحويلها لأقرب مستشفى حكومي. بنكشف على الحالات اللي محتاجة أي علاج بتكتب لها العلاج بتاعها وبتصرف من القفلة. الحالات اللي محتاجة أي تدخل جراحي بتتحول للمستشفيات المحيطة التابعة لوزارة الصحة. جزيل الشكر والتقدير للقائمين على الخدمات الطبية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي كل المصريين في جميع الاتجاهات. وها هي الحياة الصحية والقافلة الطبية تصل حتى قسطل، تقدم يد العون لكل المحتاجين والفقراء، وكلها ولله الحمد بالمجان. احنا حسينا ان الحياة الكريمة تواصلت مع الناس من بند مهم زي بند الصحة، ونحن الان نشكرهم جزيل الشكر من هذا المكان. والتخصصات دي قائمة على العلاج مجانا والكشف مجانا وتحويل العمليات إلى المستشفيات الحكومية القريبة من المنطقة مجانا برضو بدون أي تكاليف وبدون أي سعر للتذكرة ولا الكشف.